هلاو، شوفوا اليوم راح نسوي كيكة باردة. بس شوفوا ايه الجمال هذا. طبعا هالكيكة هاي يعني على قد ما هي سهلة وطيبة ما ينشبع منعتها، يعني فعلا يما الحب يما لازم نسميها هيك تسمية. مستحيل انه هي ما تسويها كل اسبوع. اي نوع بسكت احنا حابين نستخدمه، راح استخدم هذا بسكت الشاي طبعا. وبعدين راح ابدي اخذ كوبين حليب، راح اضيف عليهم ملعقتين نشا وملعقتين طحين وملعقتين كاكاو، كاكاو من غير سكر طبعا، وراح احط ملعقتين سكر ورشة ملح وشوية فانيلا. هسه ابدي اذوبهم على البارد وابدي احطهم على النار لحد ما يصير شكله بهالشكل هذا يدخل. هسه راح اضيف لهم ملعقتين زيت او ملعقة زبد حتى تخلي الكريمة بها لمعة، وممكن اضيف لها قطع شوكولاتة. راح اسوي طبقات بسكت، طبقة محلبي، طبقة بسكت، طبقة محلبي لحد ما اكمل كل كمية البسكت. هسه ابدا اخذ كريم شانتي، اضيف عليها حليب بارد، وراح اترك لي 3-4 ملاعق من المحلبي، راح اخلطهم ويا الكريمة وابدي انزلها على الكريمة اللي سويناها، طبقات البسكت والكريمة. هسه ابدي اخذ شوكولاتة، هاي شوكولاتة طبخ، راح اضيف لها كريمة او حليب حار لحد ما تسيح الشوكولاتة وابدي انزلها بهالشكل هذا. ما تتخيلون الطعم، دمار. جربوها وبألف عافية.